بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به أغلى من
قالوا بلى وعلمنا
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وَلَقَ اللَّهُ